السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع برنامج توضيح، واليوم سنوضح بعض الأشياء التي تستعمل لتجميد بعض المواد الغذائية التي نستعملها لنحول المواد السائلة إلى مواد صلبة، ونستعملها في مواد الحليب، كما نستعملها في بعض يعني الحلويات كيكس. وهذه المواد هي إما من مصدر حيواني تسمى الجيلاتين، أو من مصدر نباتي تسمى الأغار-أغار. الكانتوين هي كلمة أندونيسية، يعني ماليزية أندونيسية. هذه الكانتوين يعني هي تعني جيلي، هذا الأغار-أغار يعني هذا المجمد الذي يجمد هذه الأشياء. فالجيلاتين الحيواني يستخرج من جلود الحيوانات، وكذلك من أعصاب الحيوانات، وكذلك من أرجل الحيوانات، لأن يوجد كثير يعني في أرجل الأبقار. والناس كيلاحظوا على أن لما يطبخوا هذه الأرجل يعني كراوع، هذا أرجل الأبقار، كيلاحظوا على أن لما يأكلها أن أيديهم وأصابعهم تلتصق، تبدأ أشياء يعني لصاق. هذه هي الجيلاتين. فماذا نوضح؟ نوضح على أن كثر الحديث عن استعمال الجيلاتين في بعض مشتقات الحليب أو في بعض كذا إلى آخره، فعليه كيف ما كان. فالجيلاتين كانوا يشتريها الناس من السوق ويستعملونها في منازلهم. كانت النساء يعني تستهلك الجيلاتين، كانت تستعمل الجيلاتين في بعض الحلويات يعني في المنزل، مش مشكل. فيجب أن يكون بيان على التعليب يعني هذه المعلومات وهذه الإرشادات. المعلومات التي تكتب على المواد الغذائية يجب أن تبين هل هي جيلاتين حيوانية، يعني عليين تكون خنزيرية أو حيوانية، فهي نفس الشيء. لماذا؟ لأن صناعة الجيلاتين في الدول الغربية تصنع من الخنزير وتصنع كذلك من الحيوانات، لكن مع ظهور جنون الأبقار فالقانون الأوروبي منع يعني استخدام هذه البقايا يعني الحيوانات، يعني الأرجل يعني هذا الجلود وما إلى ذلك، مشكل جنون الأبقار البريونات. ثم بقيت الصناعة يعني مركزة على يعني استهلاك يعني الخنازير، يعني جلود الخنازير وأرجل الغضارف، يعني الغضارف فيها جيلاتين كثيرة. وحتى ولو كانت يعني مصنعة من الحيوانات في هذه الدول، فالحيوانات كذلك غير مذبوحة يعني بالطريقة الحلال. وهذه الأشياء إنما نأكلها، يعني ليس نستعملها كصابون أو كشيء، هذه تؤكل. نحن الدين واضح، إنما كل ما يؤكل يعني من هذه المحرمات، إنما حرام حرام أكله، يعني الأشياء تؤكل فهي حرام. لكن نريد أن نوضح للناس أنهم الآن هناك أشياء يعني غير واضحة للناس، يعني جيلاتين أغار-أغار، فكي يلاحظوا على أن هذه الجيلاتين لا يرونها في منازلهم. ثم كيلاحظوا على أشياء يستعملونها يوميا تقريبا، يعني هذه الميلك جيلي، هذا اللي كنسميوه بالمغرب الفلون، فلون هذا يعني النساء كتحضر فلون، هذا الميلك جيلي، وما شنو تجميد الحليب بلا أغار-أغار، هذا مجمد نباتي ليس له رائحة ولا نكهة ولا أي شيء، هو يجمد الحليب وجيد، يستعمل في منتوجات الحليب ويستعمل كذلك في بعض الأشياء الأخرى، هذا الأغار-أغار. فهذا مجمد الحليب هو قوة 5، يعني هو الأشياء يعني بسيطة جدا. أما القوة رقم 1 فهي التي تستعمل في المختبرات لتجميد الأوساط الغذائية التي نستعملها في علم الجراثيم. وهناك يعني 2 و3 و4 و5، يعني هذه كنسميهم فورس، يعني هذه باور اوف جيليفاين، يعني هذه رقم 4 و5 هي التي تصل إلى المستهلك. لماذا؟ لأنها تكون مرتخية شيئا ما، ويجب أن لا تكون صلبة، لأن إذا أضفنا كمية كبيرة فسنحصل على يعني تجميد قوي، والناس لا يأكلون هذا الحليب لأنه يصبح صلب جدا. ولا يعني فيجب أن يكون مرتخي شيئا ما، سوفت، يكون يعني هذه يقبله الناس، يعني يؤكل بالملعقة. يعني الناس كيلاحظوا على أن النساء كتذوب هذا المجمد، كتذوبه بالغليان، درجات الغليان، لأن الأغار-أغار المجمد النباتي لا يذوب عند حرارة عادية، هو يذوب عند 80 درجة مئوية فما فوق. يعني يجب أن تسخن هذا المجمد كي يذوب في الماء، بمعنى أن صعب نستهلكه في الحليب في المنازل. نعم، لأن النساء يعني تعمد إلى وضع الحليب مع هذا المجمد مع سكر مع أشياء، ثم تسخنه على درجات 100 تغلي الحليب. أما بالنسبة للصناعة فهو ليس بالسهل، يعني لماذا؟ لأن الصناعة يعني تفضل أن يكون الجيلاتين. لماذا؟ لأن الجيلاتين يذوب على درجات 37 40، يعني في المختبر نحن نستعمل الجيلاتين 40 درجة تذوب، يعني تصبح سائلة. ثم هذه الجيلاتين تعطي هذه تكستير، تعطي واحد التماسك يعني رطب، ليس كالتماسك الذي يعطيه مجمد الأغار-أغار.
هناك الآن يعني استبدالات، هناك الناس بدأوا يستبدلون الجيلاتين هذه بهذا المجمد النباتي، لأن كاين هذو النباتيين الذين لا يأكلون المنتوجات الحيوانية، وكاين الديانة كذلك اليهودية والديانة الإسلامية التي لا تأكل الحيوانات الغير مذبوحة. فيجب أن تبين هذه المعلومات، خصوصا بالنسبة للدول الغربية، يجب أن تبين هذه المعلومات يعني ضمن الإرشادات وضمن المعلومات التي تعطى على التعليم جميع المواد الغذائية. يقول هناك من لا يكتب حتى جيلاتين، يقول هل جيلاتين أو مجمد نباتي؟ والفرق في المختبر، يعني حذاري أن يغش أحد، لأن الجيلاتين في المختبر يعني لا يعني فرق شاسع بين الأغرغر. ممكن يعني في المختبر أن نعلم ببساطة بكل يعني بكل سهولة هل استعمل مجمد نباتي أم مجمد حيواني، يعني لا يمكن أن يكذب الصانع، لا يمكن أن يغش في هذه الأشياء هذه. ثم هذه الجيلاتين، فهناك أشياء لا يمكن أن تصنع بدون جيلاتين، لا يمكن. هناك حلويات يعني هذو سويتنرز، هناك الكانديز سويتنرز، العلكات يعني التشوينغوم، هناك يعني كثير من الأشياء، حتى بعد يعني بعد السوائل تضاف إلى هذه الجيلاتين. كثير من الحلويات والبسكويتات وبعض الخلطات، حتى بعض الشوكولاتات، يعني بالشوكولاتات يعني المصنوعه اللي فيها حليب وفيها اشياء هذه، فكثير من المصنعات تضاف لها هذه الجيلاتين، لان الجيلاتين هي ماده يعني تقوم بتماسك العناصر لكي لا يعني هي تعطي يعني يعني تجانس هذه المواد، تصبح متجانسة مع بعضها، أن لما الشخص يعني يأكل هذه المادة لا يحس بمكوناتها. ويعني هذه الصناعة الآن عليا هي صناعة في الدول الغربية ليست في الدول الإسلامية، ثم لا يمكن أن يعني أن تكون كمية كافية من الجيلاتين إذا صنعناها من الحيوانات المذبوحة في الدول الإسلامية، يعني لا يمكن، لأن الكمية الصناعة تحتاج إلى كمية كبيرة جداً. ونحن نوضح بأن هذه الجيلاتين هي مصنوعة من جلود الحيوانات وغضاريف الحيوانات، خنزير وأبقار وكل الحيوانات، يعني كل جلود الحيوانات وكل أرجل الحيوانات وكل يعني هذه غضاريف الحيوانات كلها تحتوي على مادة الجيلاتين. المجمد النباتي، وعلي نحن في المغرب عندنا صناعة هذا المجمد، المغرب يصدر هذا الجيلاتين الأغرغر، هذا يعني مجمد نباتي مش الجيلاتين. المغرب يصدر كميات يعني من آلاف الأطنان اللي يصدر من هذا المجمد الذي يستخرج من طحالب البحر، الألقا من طحالب البحر، لكن استعمالاته المنزلية واستعمالاته الصناعية يعني محدودة جدا. يعني هذه الأشياء التي يشترونها النساء، هذا الميلك جيلي، هذا الفلون، يعني يأخذون شيء بسيط يضعونه مع لتر حليب لأن قوة التجميد عنده قوية، لكن ويفوق 8 أضعاف قوة تجميد الجيلاتين. يعني الجيلاتين إذا كنا غنعطيو أونص من الجيلاتين، يعني تمن أونص واحد من يعني 8 أونصات من 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 الجيلاتين، يعني قوة كبيرة في التجميد. فمجمد نباتي ومستخرج من طحالب البحر، والجيلاتين تستخرج من الحيوان، يعني هذا هو الذي نريد أن نوضح. هنا شيء نباتي وهناك شيء حيواني، وبما بحكم بأن هذه الأشياء تصنع في هذه الدول، فطبعا هذه الدول عندها صناعتها وعندها أشياءها، يعني لا يمكن نلزم عن، لكن نلزمهم بأن يكتبوا على هذه الأشياء بأن فيها جيلاتين. يكفي أن يكتب جيلاتين، نحن نعلم أن الجيلاتين الآن تصنع من الحيوانات. الآن بعض الصناع بدأوا يستخرجون هذه الجيلاتين من الصويا أو عليهم من النبات عليهم، وهي صعب جداً حصول على جيلاتين من نباتي، ولا يوجد في النبات جيلاتين وحيواني. ولكن عوض أن يقولوا للناس مجمد نباتي مثل الأغرغر، يعني حتى البيكتات، هذو البيكتينات الموجودين في يعني في الفواكه هي تجمد. يعني كيلاحظوا الناس يعني أن ملي كيسخنوا واحد النبات واحد الفواكه كيسخنهم كثير، ملي كيخليهم يتركونهم يعني كيتجمدوا. القطاني كذلك، البقوليات هذه ملي كيتجمدوا، علاش؟ لأن فيهم الألاميدون ستارتش، فيهم أشياء أخرى يعني بيكتينات وأشياء أخرى تتماسك، ثم يعني لا يتجمد، يعني يتجمد ولكن عليه يعني يصبح شيئا ما يعني تخين. لكن هذه الجيلاتين هي تبقى تقريبا حيوانية وتبقى تستخرج من الحيوانات، خنزير، أبقار، كل شيء يعني. لكن حتى الحيوانات يعني لا ننسى بأنها غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية، ولذلك فيعني حتى بعض الصناع يكتبوا أن هذا المنتوج لا يصلح للنباتيين
ويكتب عندنا كوشير، يعني يصلح، يعني ليس كوشير، يعني ليس لليهود مثلا، لا يصلح لاستهلاك يعني الديانه اليهوديه ولا الديانه الاسلاميه، وكذلك النباتيين، يعني ثلاث اشياء الان اصبحت تبين في يعني في البيانات المكتوبه على المواد الغذائيه اصبحت تبين. لكن يجب ان يعلم الناس ان لا يخلطوا الاشياء، ان المجمد النباتي هو الاغارغار، هو اللي كيستعملوه الناس في الحليب، يعني هذا الميلك جيلي وهذا الفلون كنسميه الفلون، والمجمدات الاخرى التي توجد في المواد الصناعيه، يعني الحلويات والبسكويتات والشوكولاتات واشياء كثيره التي يضاف الى هذه الجيلاتين، بعد مشتقات الحليب، ليست كل مشتقات الحليب. بعد انواع اليوغورت في الدول الغربيه، يعني بحال فرنسا مثلا في التسعينيات، يعني حتى بعد التسعينيات كانت ثلاث انواع من اليوغورت يستعمل فيها جيلاتين، شيء من الجيلاتين، لأن الصانع يخشى أن لا يتجمد المنتوج ثم لا يباع هذا المنتوج. إذا لم يتجمد فاليوغورت إذا لم يكن متماسك فلا يباع، فكان يعني يستعين بهذه الجيلاتين، يستعين بها لكي يتجمد هذا المنتوج. فهم في هذه البلدان يستهلكون الخنزير، يعني هذه ما عندهمش مشكلة مع حلال وحرام، لكن استعمال الجيلاتين في المنتوجات الحليب، لأن هذه يعني الشركات الكبرى هي شركات عندها كذلك يعني معامل في البلدان الإسلامية، فهما يعلمون جيدا أن هذه الجيلاتين لا تستهلك في البلدان الإسلامية، يعلمون جيد، ولذلك فليست كل منتوجات الحليب، ويعني ويمكن أن لا نستعمل الجيلاتين في مشتقات الحليب، ممكن أن نستغني عنها، لأن الحليب البكتيريا اللبنية كافية بتجميد هذه اليوغورت كافية. ولكن الذي نريد أن نوضحه بأن الجيلاتين ليست ضرورية ولا توجد في كل أنواع اليوغورت في العالم، وليس في المغرب. وهذه الدول التي بدأت تزيد الجيلاتين يعني كانت كتبت هذه المنتوج على التعليم بأن تستعمل شيء من الجيلاتين في هذه المنتجات، لأنه ما عندهم جيلاتين حلال، ما عندهمش مشكل. لكن هذه المنتوجات التي تصنع هي ليست يعني لائحة طويلة، يعني عندنا أربعة أو خمس منتوجات التي تصنع، بما في ذلك الميلك جيلي، كاين منتوجات شركات الحليب تصنع منتوجات بالأغارغار، هذا بالفلون، هي يعني تباع عليا، عندنا في المغرب عندنا ماركات فيها الفلون، فيها مجمد نباتي هذه. ولذلك يجب أن لا يبقى الناس هكذا يعني يخوفون بعضهم البعض بأن جيلاتين، إذا كانت جيلاتين فالصانع سيكتب جيلاتين، إذا لم تكن هناك جيلاتين فليس هناك جيلاتين، لكن لاش يعني يبقى الإنسان يعني يختلق بعض الأشياء إلى آخره. وهذه أشياء في الصناعة واضحة، لا يمكن، هذه أشياء واضحة لا يمكن يعني أن لا نعلمها. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.